أطلق الشركة العالمية HTC هاتفها الذكي الجديد ديزاير 830، والذي يتميز بالمواصفات العالية نسبياً ويتدرج ضمن لائحة الهواتف المتوسط. ويضم الهاتف شاشة قياسها 5.5 إنج، وذاكرة عشوائية رام بسعة 3 جيجا بايت وسعة 32 جيجا بايت، من مساحة تخزين داخلية قابلة للتوسعة حتى 128 جيجا بايت. والهاتف مصنع من مادة البلاستيك، ويضم معالج 8 نواة من فئة هيلو X10 وبتردد 1.5 جيجا هرتز. كما يملك من الجهة الأمامية مكبر صوت بتقنية بوم ساوند بتقنية عالية الوضوح، ويعمل ضمن الأصدار 6.0 مارشميلو ضمن نظام تشغيل أندرويد. إلى هذا يضم الهاتف الجديد الكاميرا الخلفية دقتها 13 ميجا بكسل مع مثبت للصورة البصرية OIS، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 4 ميجا بكسل وبتقنية ألترا بكسل. أما بالنسبة للبطارية فهي بحجم 2800 ملي أمبير بالساعة. وإلى الآن لم تنشر الشركة أي بيان حول موعد تاريخ وجودها في الأسواق العالمية، ولكنه سيبدأ بطرحه بحوالي $310 أمريكي.